السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلام. اليوم باش نحكيو على فيديو ثاني حول ما يسمى بالثقافة الجنسية. طبعا موضوع الجنس هو يعتبر موضوع كبير جدا ومستقل بحد ذاته، ولكن مع الأسف موضوع الجنس مرتبط بكل المواضيع الأخرى، سواء الاقتصادية، سواء السياسية، سواء الاجتماعية، سواء الفردية، سواء النفسية. هذه مسألة واضحة، الجنس نلقاوه في كل بلاصة. واحد يتساءل شنو هو الجنس بحد ذاته؟ يعني شنو هو الهدف منه الجنس؟ صحيح نقولوا ان الجنس الهدف نتاعو هو بقاء الجنس او التكاثر، هذا بالمفهوم الطبيعي، ولكن هو اكبر من ذلك. الجنس هو نجم لخصه بانجذاب الاشياء لبعضها، يعني حاجة تنجذب نحو الطرف الاخر، وكل واحد فينا يعمل المستحيل باش يشبد الاخر ليه ويحاول هو ينجذب نحو الاخر. احنا تشوفوا في تصرفاتنا، كل تصرفاتنا هي من اجل ان نجذب الاخرين الينا. هذا معناتها مساله نلاحظوها في تعاملاتنا. مثلا الانسان علاش يقرا؟ باش يخدم. علاش يخدم؟ باش يكون عنده فلوس. علاش يحب يكون عنده فلوس؟ باش يشري حاجات، باش يلبس، باش يظهر بمظهر جميل. علاش؟ باش يجذب الطرف المقابل على حسب توجهاته الجنسية. المرأة تغسل وتنظف وتمكيج وتعمل كل هذه الأمور من أجل أنها الرجال يشوفوها جميلة وينجذبوا لها. من بعد هي تختار شكون اللي باش تمشي ليه وشكون هو اللي يجذبها. زادة نفس الشيء، يعني كما هي تعمل باش تجذب الآخرين، هي نفس الشيء لازمها تلقى الشخص يجذبها وتمشي ليه. إذا لو نشوفوا هي مسألة جاذبية، يعني هي كغريزة جنسية هي مسألة جاذبية، هذا بالنسبة للمرأة أو بالنسبة للرجل باختلاف ما يسمى التوجهات الجنسية. يعني راجل مثلي يعمل هذاك الأشياء من أجل أن يجذب راجل آخر، امرأة مثلية تعمل هذيك الأشياء من أجل أن تجذب امرأة أخرى. فأما المغاير، يعني الذي يريد أن يجذب وينجذب نحو الجنس الآخر، نفس الشيء يقوم بتلك التصرفات، سواء في الكلام، سواء في الحركة، سواء في المظهر، أو حتى في بعض الأحيان في الإهمال. هناك أشخاص يهملون أنفسهم لأنهم يريدون أن يجذبون أشخاص غير مهتمين بالمظاهر. الإنسان يعزف موسيقى أو يثقف نفسه أو يتعلم أفكار، كل ذلك من أجل الجاذبية، وهذا نجده حتى في عالم الحيوان. يعني نجد أن الحيوانات تطلق أصوات، تزقزق العصافير، تزقزق الحيوانات الأخرى، تطلق أصوات معينة، تقوم بحركات، تقوم بشطحات من أجل جذب الطرف الآخر أو إظهار القوة البدنية أو الحروب وإظهار ما يسمى بالشجاعة وغيرها، كلها تصب في هدف واحد هو لفت انتباه الطرف الآخر، ثم بعد ذلك أنت تختار من بين الذي استطعت أن تجذبه إليك. إذن هذه الجاذبية الطبيعية اللي موجودة فينا احنا كبشر وفي كل موجود، يعني تجد هذه النوع من الجاذبية، هي نجم نقول غريزة موجودة في الطبيعة.
إنسان واعي ولأن الإنسان وصل إلى درجة من الوعي والمعرفة لم يقتصر على الجاذبية فقط. صحيح الجاذبية هي أمر طبيعي وعادي ويقوم بها أي إنسان بدون أن يشعر، ولكن هناك أشخاص ينتبهون ويعدلون هذه الأمور لكي يصلوا إلى الهدف متاعهم، وهي القرب من الطرف المقابل أو ما يسمى بالتعلق بالطرف المقابل. وطبعا الإنسان لا يكفيه فقط المظاهر والأصوات والغناء وكل شيء، وإنما عنده إحساس داخلي وغفقان، نجم نقوله غفقان قلبي يجعله يميل إلى ذلك الشخص. وطبعا كل إنسان والطبيعة متاعه الجنسية، هناك عندما يكون تقارب طبعا هناك ما يسمى إيلاج، وهنا على حسب طبيعة كل إنسان هناك الذي يجد الرغبة في الإيلاج وهناك الذي يجد الرغبة في أن يولج، بغض النظر رجل أو امرأة. هنا مسألة توجه جنسي لطبيعة الشخص، فهنا الطبيعة تقول إن الذي يلج هو الذكر والذي يتمتع بقبول الإيلاج هي الأنثى، ولكن لا يعني الذي يولج ليس بالضرورة أن يكون أنثى، قد يكون ذكر، والذي يلج ليس بالضرورة أن يكون ذكر، قد تكون أنثى، يعني هنا على حسب الرغبات. اليوم معناتها كما قلت لكم موضوع الجنس هو موضوع كبير، ولازمنا نعمل فيديوهات مقدمات صغيرة نختار فيها مواضيع عشوائية ونحاول نركز على بعض النقاط قبل ما ندخل ما يسمى بالتربية الجنسية أو بمعرفة جسد الرجل، سواء للرجل نفسه أو للمرأة، لأن هناك جهل كبير بجسد الرجل من طرف الرجال نفسهم ومن طرف النساء نفسهم، ومعرفة جسد المرأة، لأن نفس الشيء هناك جهل للمرأة بجسدها وجهل الرجل بجسد النساء، وهذا مع الأسف نتيجة عدم وجود ثقافة جنسية لا في العائلة ولا في المجتمع ولا في التعليم ولا في أي شيء آخر مثل وسائل الإعلام وغيرها. وإن كانت هناك بعض الثقافة الجنسية فهي محدودة وغير واضحة ولا تساعد الشخص أن يعرف حقيقة الجنس والتصرفات الجنسية في جميع مجالها، سواء في التوجهات أو في الشهوات بأنواعها الموجودة. طبعا الآن أسهل الأمور لأن هناك ما يسمى الإنترنت ويمكن الوصول إلى المعلومة، ولكن طبعا باللغة العربية ديما نلقى صعوبة عندما نبحث على ثقافة جنسية، لا نجد إلا أفلام البورنو أكثر شيء هي اللي يتعلم منها الأشخاص أو ما يسمى يثيرون غريزتهم الجنسية عن طريق هذه الأفلام دون أن يتعلموا شيء. اليوم باش نحكي على موضوع يتردد ياسر، راهي مسألة الجنس لا تخص مجتمعاتنا فقط بل هي منتشرة حتى في الغرب، هناك من يعيش عقد جنسية وهناك من يعيش كبت جنسي حتى داخل الغرب، رغم وجود الحريات ورغم وجود الثقافة الجنسية ورغم وجود كل شيء، لأن هذا يعود إلى التراكمات، ما يسمى بالتراكمات التاريخية لمراقبة الجنس، خاصة عن طريق الأديان السماوية اليهودية والمسيحية والإسلام، رغم أن هناك ديانات أكثر تحرر في هذا المجال. إذن المشكلة ليس خاصة بالعالم الإسلامي بين قوسين فقط، وإنما هي مسألة عامة لجميع الشعوب والمجتمعات، هناك بالفعل مشكلة جنسية عند الإنسان، هذه معناتها مسألة لا يمكن أن ننكرها. صحيح هناك الكثير من تخلص منها واستطاع أن يتجاوزها، وهناك كثير من يتعامل معها على أسس غرائزية طبيعية، يعني مجرد نكاح
أو علاقة جنسية أو إفراغ رغبة جنسية لا أكثر ولا أقل. إذن الموضوع اللي نحب نطرحه اليوم هي فكرة تتردد كثير، أنا أسمعها في مجتمعاتنا بطريقة يعني كثيرة جدا، وأسمعها حتى في المجتمعات الغربية. هي يقول لك وين هم الرجال، وفي نفس الوقت تلقى وين هم النساء. وقت نحكي مع بعض الرجال نقول له مثلا أنت عندك مع شكون تعيش وكل شيء، يقول لك لا يا أخي فين هم النساء. ونفس الشيء عندما تحكي مع النساء اللي كثير منهم يعني يعيشون في عزلة حتى في الغرب رغم وجود الحرية، يقول لك فينو الراشد. هذه العبارة متردة كثير. وفي الحقيقة أنا تسألت شنية المشكلة الموجودة؟ هل هذه المشكلة موجودة في التاريخ الإنساني؟ قبل 100 سنة، 200 سنة، 1000 سنة كانت تطرح مشكلة وين هم الرجال ووين هم النساء؟ ما نتصورش، لأن لو نعود للتاريخ كان ما يسمى بالعلاقة الجنسية كانت مقننة ومنظمة بطريقة واضحة. يعني هناك ما يسمى بالزواج، وهناك الرجل معناتها يتقدم عن طريق عائلته أو عن طريق هو نفسه معناتها مع عائلته ويتزوج أو يشتري عبدة ويمارس معها الجنس، خاصة عندما كان هناك العبيد. لكن هذه المشكلة معناتها كثرت خاصة في 50 أو 100 سنة الفارطة، عندما انتهت فكرة العبيد، يعني العبيد ما عادش موجودة عبيد. إذا هذه معناتها مسألة خلت الإنسان قنوات ممارسة الجنس محدودة في مسألة معينة، هي مسألة العلاقة المباشرة، وخاصة تكسير نظام الأسرة أو تدخل العائلة في مسألة الزواج. قبل 100 سنة 200 سنة ما نتصورش فما شكون عنده مشكلة جنسية. احنا لو نقرأوا التاريخ الكله، فهمت، سواء للعالم الإسلامي أو غيره، فهمت، نلقاهم فماش مشكلة جنسية. كانت الناس تنكح وتنكح بغض النظر عبيد مش عبيد، معناتها بغض النظر، يعني السبل للنكاح عندك 20,000 طريقة. هناك العبيد، هناك ما يسمى ببيوت الدعارة، هناك الزواج على جميع أنواعه وأصنافه. يعني الإنسان قبل 100 سنة وما قبل لم تكن عنده مشكلة جنسية، فهمت؟ ما كانتش فما مشكلة جنسية. المشكلة الجنسية هي الآن موجودة الآن، ولكن ما سبب هذه المشكلة الجنسية؟ المشكلة هذه في الحقيقة أنا حسب رأيي إن تغيير الثقافة والعقلية الإنسانية. قبل مثلا المرأة واضحة للنكاح، يعني المرأة مظلومة، احنا نسميوها مظلومة في ذلك الوقت، لم تكن معناتها تعتبر مظلومة، يعني يعتبر النكاح والإنجاب والاهتمام بالبيت أو ما يسمى مساندة الرجل في البيت والعمل في البيت هو عمل معناتها منطقي وعادي. ولكن العصر متاعنا هوني تبدل، المرأة معناتها ولات مطالبة بالحقوق متاعها والمساواة مع الرجل. احنا نسمعوا يعني ومازلنا حتى توا نسمعوا، والنساء تطالب بالحقوق متاعها في العمل، معناتها في الأجر، في الحرية، في اختيار الزوج، في كل الأمور، يعني المساواة الكلية، ما يسمى بالفيمينيست، يعني الذين يدعون للفيمينيزم، يعني حق المرأة في المساواة مع الرجل. وهذه معناتها نعرفوها بدأت تقريبا في 70s أو 60s، بدأت المرأة تخرج للعمل وتشارك الرجل في كل شيء، فهمت، وتصل إلى مناصب عليا. هذا الأمر لم يكن قبل، كانت هناك المرأة عندها المهام متاعها والرجل عنده المهام متاعه، أي ليس هناك تداخل في المصالح، فهمت، يعني كل حاجة وحدها، فهمت. صحيح في التاريخ هناك معناتها نساء خرجوا عن هذه القاعدة، ولكن أعدادهم قليلة، ولكن الآن أصبحت ظاهرة عامة جدا أن المرأة أصبحت مساوية للرجل. وإحنا
عندما نحكيه على حرية المرأة، وإحنا طبعاً ما نجد ضد حرية المرأة وما نجد ضد مساواة المرأة مع الرجل في كل المجالات، ولكن هنا تغيرت المعطيات لأن ركزنا على تحرير المرأة ولم نركز على تبديل عقلية الرجل. يعني في الحقيقة ماذا وقع في 50 سنة الفارطة؟ إن المرأة حصلت على كثير من الحقوق، وإن المرأة تحررت من كثير من القيود، وإن المرأة وصلت إلى مراتب وإلى مناصب وإلى درجة من العلم والمعرفة، معناتها ما يجعلها تقريبا متساوية مع الرجل، بينما الرجل بقى بتلك العقلية الأولى التي هي إن المرأة للنكاح، إن المرأة للبيت، إن المرأة للإنجاب، إن المرأة عندها وظيفة خاصة. إذن احنا ركزنا على تحرير المرأة ولكن لم نركز على تغيير عقلية الرجل. صحيح هناك كثير من الرجال فهموا هذه اللعبة وعرفوا كيفاش يطوروا أنفسهم وإنهم يقبلوا المرأة إنها متساوية لي، ولكن كثير منهم رغم اللي إنهم يقبلوا ظاهريا ويدعون لحرية المرأة ويدافعون على حرية المرأة وعلى مساواة المرأة بالرجل وغيرها، ولكن في الحقيقة في تصرفاتهم الشخصية يعاملون دائما المرأة ليس كإنسان مساوي لهم وإنما على أساس إنه جنس فقط. هذه المشكلة اللي خلى إنه الراجل اليوم في الوقت الحاضر عندما ينظر للمرأة وإن كانت لها مناصب وإن كانت مثقفة وإن كانت بعدها مهما تكون ينظر إليها دائما كامرأة. هنا معناتها الخطأ الكبير، هنا الخطأ الكبير، لأن مدام احنا ركزنا على معناتها مساواة المرأة بالرجل لازم زادا نفس الشيء نقوم بعملية تفهيم الرجل إن العلاقة بين المرأة والرجل هي علاقة شراكة، هي علاقة تعامل بالمثل. يعني ليس هناك أي مانع إن الرجل يبقى في البيت، ليس هناك أي مانع إن الرجل يطبخ، ليس هناك أي مانع إن الرجل يهتم بالأولاد، ليس هناك أي مانع أن يقوم الرجل بوظيفة المرأة في البيت، وفي نفس الوقت ليس هناك أي مانع أن تقوم المرأة بوظيفة الرجل خارج البيت. ولكن عندما تبدلت العقلية متاع المرأة وتحرر، فين باش تلقى راجل يحترم شغلها، يحترم ثقافتها؟ فين باش تلقى راجل، فهمت، يحترمها هي كإنسان؟ فين باش تلقى راجل ينظر إليها كإنسان بغض النظر إنها أنثى؟ هذه هي المشكلة. يعني ما تلقاش، يعني هنا كثير من النساء رغم حريتهم، رغم ثقافتهم، رغم معناتها مستواهم، رغم كل شيء، تضطر باش تتنازل وترجع إلى الطبيعة الأنثوية المسالمة أو المستسلمة، فهمت، باش تنجم تلقى راجل، وإلا ما تلقاش راجل. خاطر حتى راجل، معناتها نتكلم بصفة عامة خاصة في مجتمعاتنا، يعني في الغرب معناتها أقل هذه المسألة وأقل حدة، ولكن موجودة أيضا في الغرب، ما ننكروش اللي هي موجودة في الغرب، حتى هي موجودة. فين الراجل اللي يحترم المرأة الحرة؟ فين الراجل اللي يحترم المرأة المثقفة؟ يعني هذه مسألة مهمة جدا، ولكن في نفس الوقت، في نفس الوقت، أين المرأة التي تحترم الرجل رجل؟ لأن هوني فما بعض النساء وكثير من النساء لأنهم تثقفوا ولأنهم يعني وصلوا إلى مناصب أو أصبحت لهم إمكانيات مادية يحبوا يذلوا الراجل، يحبوا يذلوه، فهمت، ويحبوا معناتها يتقووا عليه، وهنا بعض الرجال ما يقبلوش. هذاك علاش فما بعض الرجال يقول لك أنا ما فماش نساء، فينهم نساء؟ فيني المرأة الحنونة؟ فين المرأة اللي تدللني؟ خاطر دي طبيعة الراجل، يحب يكون تدلو، خاطر هو الراجل بحد ذاته. راهو في الحقيقة لازم نكونوا معناتها واقعيين، الراجل بحد ذاته هو طفل،
فهمت؟ هو في الحقيقة طفل، رغم معناتها الخشونة متاعو والتهور متاعو والصياح متاعو والعياط متاعو، هو في الحقيقة طفل، هو محتاج إلى أنثى. أنا نتكلم في العلاقات المغايرة، يعني العلاقات اللي معناتها فيما يخص الذكر والأنثى، مانيش نتكلم في المثلية، خاطر حتى في المثلية نفس الشيء، فهمت؟ ما تنجمش تلقى مثلا زوج أشخاص مثليين عندهم توجهات ذكورية يتفهموا مع بعضهم، لازم واحد منهم يكون عنده توجه ما يسمى معناتها أنثوي، وواحد يبدأ عنده توجه ذكوري، لأن هذه الجاذبية لا تقوم إلا على السلبي والإيجابي، ما تقومش معناتها على زوز إيجابيين، حتى ولو زوز إيجابيين لازم واحد منهم تكون الطبيعة متاعه سلبية، باش يكون التجاذب ما يسمى بالتجاذب والتفاهم يكون معناتها متواصل، وتوقع ما يسمى بالتوافق بين هؤلاء الشخصين بغض النظر على أنهم ذكر أم أنثى. هذه مسألة جدا مهمة، أن المرأة فهمت هي رغم اللي معناتها تحرك ووصلت إلى مناصب كل شيء، ولكن لم تفهم طبيعة الرجل. أنا ما نقولهاش تطيح من قيمتها، لا، ولكن نقول لها لازمها تفهم طبيعة الرجل، وفي نفس الوقت نقول للرجل إنه لازم يفهم طبيعة المرأة، حتى المرأة تحب شكون يدللها وشكون يهتم بها وشكون يشجعها وشكون معناتها يعطيها قيمة هي كمثقفة. تلقى ياسر الرجال مثلا يطيح من قيمة المرأة، تكون دكتورة فهمت وهي معناتها أو أي شيء آخر مثلا منصب معين، وقت تجي للدار وترجع للدار يحب يطيح لها قيمتها ويقلل من قيمتها باش يظهر روحه إنه راجل. راهي الرجولة، الرجولة اللي غالطين فيها ماهيش هي قهر وتعدي ونجم نقول احنا ظلم، لا، الرجولة زادة هي راهي انك تهتم، الرجولة انك تدلل، الرجولة انك تعطي قيمة للطرف المقابل، وفي نفس الوقت الأنوثة زادة نفس الشيء، ولكن كل واحدة الطريقة متاعها اللي تخلي فما تناسق من بين الشخصين سواء كانوا ذكرين او معناتها أنثيين أو رجل أو امرأة، الموافقة من بيناتهم. وهنا مسألة باش نحكي عليها يعني قبل ما نختم هذه الفيديو، هي مسألة التوافق، فهمت، في جميع المجالات، لأن بعض يظن أن التوافق يكون إلا في المظهر، فهمت، أو أن التوافق يكون إلا في الرتبة الاجتماعية، أو يكون التوافق إلا في المال أو في المنصب، أو التوافق يكون في مسألة معينة يعني فقط. لا، التوافق لازم يكون في كل شيء، في كل شيء، مش في، لازم يكون في الجنس، في التوجهات الجنسية، يعني التوافق في المرتبة الاجتماعية، في كل شيء يكون فما توافق. وعندما نقول توافق لا يعني أن من هو عنده مرتبة اجتماعية كبيرة لا يستطيع أن يتزوج مع شخص عنده مرتبة اجتماعية أقل، أو من هو غني لا يستطيع أن يتزوج مع من هو فقير، لا، وإنما يجب الوعي. يعني الشخص الفقير عندما يتزوج بشخص غني أو من له مرتبة اجتماعية عالية يتزوج مع إنسان عنده مرتبة اجتماعية أقل، لازم هناك موجود توافق ووعي بهذه الحالة لكي يمكن أن يكون توافق من بيناتهم، وهذا لا يقع إلا بالحوار، بالحوار. وأهم شيء وأهم نقطة في التوافق من بين شخصين هي الصراحة والكلام والحديث. المشكل احنا نحاول ديما نخدعوا الطرف المقابل، يعني باش نظهر روحي انا معناتها ممتاز نبدا طيب ونلبس بالكدا ونبدا نظيف، حتى بالنسبة للرجل وللمرأة ونفس الشيء، تلقاها المرأة نظيفة وتظهر كذا، إنفوا أول ما تعرس تولي تهمل روحها وتولي ما عادش تهتم بروحها، والراجل كيف كيف، معناتها ملي كان إنسان مسالم ومتفتح يولي إنسان غيور ومتعصب وغيرها من الأمور. وهنا بعد ما يعيشوا مع بعضهم، لأن العيش مع بعض فهمت سواء بزواج أو بدون زواج تكتشف الطرف المقابل،
وتعرف طبيعته. اذا راو كنشوفوا احنا الحقيقه يعني الواقع ان راو كل انسان مهما كان خايب، مفهوم خايب خاطر فماش خايب بالنسبه لي انا، فهمت كيما نقولوا احنا كل واحد يشوف الاخر بطريقته الخاصه، يعني يمكن يكون خايب بالنسبه لي انا او ما يناسبنيش بالنسبه لي انا، ولكن يعتبر مليك جمال او ملكه جمال بالنسبه للطرف المقابل. كما تقول عبلة على عنتر عندما سألوها شم عجبك في عنتر، يعني قبيح أسود شعره أحرش كذا، قالت لهم انظروا إلى عنتر بعينين عبلة. إذا هذا الباهي والخايب ما عندها حتى أهمية، فهمت؟ خاطر كل إنسان كيفاش يشوف الآخر مهما إنسان كان، كما قلت معناتها خايب بين قوسين أو مستوى اجتماعي مش قوي وإلا فقير والا ثقافته محدوده، لازم يلقى انسان يناسبه في تلك المرتبه او في تلك الطبيعه. مهما الانسان كان مثلا متعصب وكان صعيب، يلقى شكون يناسبه ويتوافق معاه، لان كما قلت لكم هي مساله توافق، ليس يعني تشابه، ليس بالضروره تشابه، وانما هو توافق. وهذا التوافق لا يكون الا بمعرفة الآخر كما هو. لهذا احنا في العلاقات متاعنا يعني كثرة الطلاق وكثرة الانفصال، لأن في الحقيقة احنا يعني نرتبط بشخص بدون أن نعرفه على حقيقته، ليس لأن احنا ما عرفناهش، وإنما لأن هو زاد خب علينا ياسر حاجات واحنا خبينا عليه ياسر حاجات. من بعد وقتها نجيو ونعيشوا مع بعض سواء بزواج او بدون زواج، نوليو نكتشفوا الاشياء اللي خباها كل واحد على الاخر، وهنا توقع المشكله. المهم هذه هي الفكره اللي حبيت نقولها الان، يعني النقطه اللي حبيت نركز عليها ان المراه تطورت وطلبت بحقوقها ووصلت الى مرتبه معينه، بينما الرجل ما زال يفكر تفكير على ان المراه انثى للنكاح وللاطفال. هذه نقطه مهمه، والمراه بتحررها وحصولها على مناصب معينه لم اهملت ما يسمى الرجل، وقللت من قيمته وحسبت نفسها خير منه واحسن منه، ومعناتها هذا طبعا الرجل ما قبلوش ووقعت مشكله بيناتهم، ولا كيما نقولوا عايشين بالغدره، اللي يلقى ضربة يضربها في الآخر، ولا يعيشوا معاه بعضهم فترة معينة ثم يطلقوا ولا يفترقوا ويبدلوا، من بعد يقول لك فينهم الرجال وفينهم النساء. وقت الراجل يتطور ويفهم أن المرأة يجب أن تعامل كإنسان ويجب أن يحترم مستواها وثقافتها ووعيها والمرتبة اللي وصلت لها، وعندما المرأة تحترم الرجل كرجل وتكون بيناتهم الصراحة الكلية، وقتها تو يكونوا فما رجال وتو يكونوا فما نساء، وترجع الأمور إلى ما هي عليه، أما نحو الأفضل، وتتحسن العلاقة بين الرجل والمرأة، وتعتبر العلاقة بيناتهم هي شراكة في الحياة أكثر شيء منها مسألة جنسية أو أخرى. هي أهم نقطة هي الشراكة في الحياة، إنهم مع بعضهم يحاولوا إنهم يقاوموا مصاعب هذه الحياة. المهم هذا موضوع الطاير، وبشوية بشوية ندخلوا في الثقافة الجنسية. وشكرا وبسلامة، ومع فيديو قادم.